عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه نهار جديد وفيديو جديد، ومرحبا بكم معايا خوتي داخل المغرب وخارج المغرب. كنتمنى تشوفوا هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. اليوم غادي نتشارك معكم واحد الكيكه، وغادي يصوبها عبد الحق. واحد الكيكه نص نص. كان كيقول لي صوبيها صوبيها، حيت ما صوبتهاش قال لك غادي يصوبها لراسو. دابا حنا نشوفوا الكيكه خوتي اللي صوب لنا عبد الحق، وبقاو معنا. ودابا خوتي كي كتشوفوا عبد الحق غادي يبدا الكيكه. دابا غادي ندير خمسه ديال البيضات، ديال ندير البيض. عندنا خمسه ديال البيضات. دابا واش غتوريني انت شنو ندير؟ ودابا كلشي قدامك، دير اللي عجبك. المهم يقبلوا عليا انا كيف ما جات. غتجي زوينه ان شاء الله، غير بشويه غير بشويه. لا باش ما يقواش داك البيض. تبت تبت. خلط خلط. ايوا هكا هادي، تبارك الله. قول لهم شنو كدير؟ شنو كندير؟ شنو درتي دابا؟ دابا درت البيض. شحال د البيض؟ خمسة. خمسة ديال البيض، واللي بغا يدير ستة على حسب البيض. إلا كان البيض صغير يدير ستة، كان كبير شوية يدير خمسة. دابا نخلطو البيض مزيان شويش، المهم غير يشد راسو، يندمج هداك البيض مع الصفر. مع الصفر. وغادي نخوي كاس سنيدة. كاس سنيدة. غادي تا هو نحركو شوية يشد راسو مع هاد البيض هدا يتخلطو. خويا انا راه ما عنديش مع السكر بزاف، ولكن السكر خوتي ما كنصحكمش انا به تقوي. كاس ديال الزيت، زيت كاس. حركو سوا شي شويه، حرك مزيان ماشي غير شويش. راه كنحرك مزيان، المهم يتخلط هادشي مزيان، البيض و الزيت وسنيدة. المهم اخوتي هاد الكيكة راه بشحال هادي، كيقول لي ديري لنا الكيكة نص نص، ديري لنا الكيكة نص نص. ما نص نص، كنقول له انا نص نص، انا منضمنش ديري هاد الكيكة نص نص. كيقول لي نصك حلو نص بيض. هو حنا غنشوفو دابا كي غتجي. غنخوي الحليب. اييه كاس ديال الحليب. نولي نحرك مزيان. دابا باش خويت لها الحليب راه تلقات شي شويش، دابا دير فانيا ديك الشاصية البيضة. واحد فانيا بيضة قسم كاينش هنا داك الموز. صافي دابا باش نحركها شويه حتى هي غير شويه. الخمارات بجوج ضروري، وانا راه كندير فيها غير وحده. دابا انا بيني وبينكم راه تنصوب هاد الكيكه، وما خصنيش نغلط قدامها انا باش نكون بوحدي. راه تندير اللي بغيت، كنديرو الخمارات، ننسى الخمارات. ماشي تولي تعاود ديرها. لا ما انا عرفت كيف ما جات كتنفخ صافي، انا غير كتسمع.
ايوا طيب خمرة خمارات قول لك النهار واش درتي فيها الخمارة ولا لا؟ والله إلا درت فيها درت فيها غير وحدة مدرتش فيها جوج. دير الطحين معاهم دير واحد فيه. جوج معلقة ديال الفرص باش تخلط. كل دابا الطحين شويه مزيان يتخلط مع هاد الخمارات والبيض والمكونات كاملين. دابا خوتي راني ركبت على الكرسي حيت التصوير كيجي قريب مدرق طلعت فوق الكرسي باش يبان كلشي. داكي غير طيح عليا. لا ما نطيحش حرك مزيان ونزل الحياة. انا ما مزروبش مزروبه انت كياكلوني يديا. ليلى تا ياكلو في يديك بلاتي نعطيك قصعه ديال الطحين وعجنينه بالخبز. انت انا بديت كنحرك مزيان هادشي غادي يولي كله طحين كله طحين. واني هاد الكيكه ان شاء الله ما عمر داروها ولا عمر كلاوها. هاي هاي زعما ماشي دابا دابا راه هي هاديك غادي مزيانه في التخلاط فاش طيب انا نشوف طيب فين بقات لنا في التخلاط. اول حاجه كاع اللي كيديروا الرجال كتجي زوينه في الصراحه وبنينه. لا بنينه غير طيب الرجال كيجي بنين غير بقيتي مريحه ما ديري والو هذاك الشيء باش كتجي بنين. والله الا كيجي بنين المره دير لنا شي طاجين ولا شي حاجه. المهم عاد نوبه نصوب لك انا بسطيله. انا درتي هذيك كاع مزيان نصوب واحد البسطيله ما طايراش خش على البسطيلات كاع ان شاء الله. راه بدا كيشيك تخلط مزيان قضيت الغرض. انا هنا في الطحين وكاين غير زله معليش دابا غير داك نص نص داك تنسيني فيه حتى خويا راه الفيلم كله داير على نص نص مشيت تنسيني ما تخلطيناش اللون ما كاين لا نص نص لا غير ما كاين لا نص نص لا والو حتى حنا غنوليو نعاودو نديرو وحده البيض موجود حتى مول الحانوت قلنا له عطينا الطحين عطانا طحين في الشكل ما عرفش من طحين عطانا كاع. نتمنى يعجبكم اخوتي هذا الفيديو وكنشكركم كاملين اخوتي داخل المغرب وخارج المغرب. يعجبهم ويعجبهم شوف اللي عجبو الفيديو يدير لايك واللي ما عجبوش الفيديو حتى هو يدير لايك بجوج بجوج اللي ما عجبوش يدير لايك يدير لايك المهم دخل شاف يدير لايك ما يخسر والو. اييه انا بعدا باش كندخل شي فيديو واخا هذا يعجبني ولا ما يعجبنيش كندير له لايك ونخرج وبنادم كيتعاون هادشي اللي كاين. كاع اللي كيدير شي حاجه راه كيحاول يدير شي حاجه مزيانه باش اللي يدخل كي شوف مزيانه عيانه. المهم ايوا والحمد لله قلتي تفرج دير الواجب الله يسر للجميع يا ربي ان شاء الله ما يكون غير خير. شوف دابا من هنا بقا تعطيني انا نطيب والله العظيم غير بقا تعطيني نطيب وتشوف واش ما غاديش نطلي لك الدنيا كامله يا ربي السلام باش غطلي ها بالزيت والعطريه بركاين بركه ديال اش تخلط ولا الطحين ديال الطحين. اخوتي انا راه كيعجبني نضحك مع المشاهدين ومع حنان اكثريه لا تنطوب عليها بزاف راه غير ما كتقول لكم راه ما تنخليلهاش قبل ما تصور حتى اخوتي راه ما كنصور شي فيديو حتى حتى كان هذه المره غادي نلوح لكم الكواليس ان شاء الله شوف واش كيوقع في الكواليس. هيا دراجل حتى كيضحك عليا شي جا مزيان واش هذاك الشيء واش هو هذاك هو هذاك. ودابا خوتي راه فرقنا ديك
جينا هاد الكيكه فرقتها هي انا ماشي تقول راه عاونتك مش عاونتيني عاونتيني غير باش نخلط بارك عليك هاد لا ما نزيدوش الشوكولا ما نزيدوش رجع اللون هو هذاك غير يقبلوا علينا المشاهدين ديالك اسيدي راهم قابلين لا يخطيهم علينا وكاع اللي كيتمنى شي حاجه يا ربي يوصل ليها والله يسهل على كل واحد انتم اخوتي من بعد ما دهنا اللاطة ديالنا بالطحين دابا انا غادي نخوي الكوش الاول ديال العجينه ديال الكيكه الكوش الابيض الكوش الابيض صافي خلي شويه خلي ديرهم للفوق المهم ياك كلشي غيتخلط في لاطا وحده هكاك المهم انا راه ماشي محترف ولكن راني هاوي راه عزيز عليا هادشي وراني عندي معاه صافي صافي شويه الله يرضى عليك دابا غيدير الشكلاط العجينة الشكلاط غيزيد زيد اشنو بالك صافي شي بقالك شويه ديرهم للفوق سمحوا لنا راه انا راه ما عمرني درت هاد الكيكه مزيانه انا غير كناكلها حتى هي انا ما عمرني درتها الماكله كناكلها ولكن اللي مديره ان شاء الله تجي مزيانه كتجي موجه صافي كتجي مخلطه لداخل صافي غادي نخوي هادشي كامل اللي عطيك معلقه اه انتي دابا راني عارفك بلي ما خويتيش ربي اللي عالم بيك اش راه واقع كتري عادي شوف انا واخا نغلط واخا انا ماشي انا كيف ما جات غادي نقول لهم كيف ما جات لا تبارك الله جات مزيانه غنوريها لهم جات خايبه غادي نوريها لهم ما تقولوش غادي نعاودوها ولا شي حاجه وقبلوا علينا هانتي على اللحانة نتسابت غير نتيا ولا صافي غنخوي كلشي نيت وليه هاكا هادا كنسيحها شي شويش مغنخليهاش هاكاك متسيحها متسيح الله يرضى عليك خليها هكا موينتك هانتي هنا هنا بقيتي على خاطرك دابا شوفي هادشي الا بقات شي حاجة هنا تنكملو بيه نزوقو بيه نزوقو بيه لفاب ونغسلو اخوتي اهي سالات ان شاء الله بقاو معانا دابا تطيب ونوريوها لكم كيف ما جات مزيانه غادي نوريوها لكم عيانه غادي نوريوها لكم وفي الاخر قولوا لنا كي جاتكم قبلوا علينا القبيل ان شاء الله يقبلوا علينا هالكيكه اخوتي وجدات اللي صاوب عبد الحق هانتوما راه جات زوينه وجات مشكله هكايا وجات رطبه وهشيشه هانتوما الصراحه جات فنه والله جات زوينه ماشي زعما غادي نشكرها لهم والله طلعت غزاله نذوق منها طيبة مزيان وموجة وهشيشة المهم رطبة في الصراحة دابا خص العيالات يشجعو رجالهم يطيب درنا لها غير شوية ديال السيرو ودرنا لها هاد الشكلاط شكلاط فيرميسيل وجات فنة في الصراحة تا المذاق واعر دابا ديرو لايك ديرو لايك ديرو لايك تعاونوا دابا تي الراجل يبدا يصوب الكيكة كاينين يعني ولكن ماشي بحال هكا في الدار ينوضيهم المراه ولا تكون عيانه يجيو الضياف تجلس هي تجمع ويصوب الكيك دابا كتشجع الرجال ضحكات باك نزيد كتشجعهم وبقاو يتعاونوا مع عيالاتهم مزيانه كنتمنى تعجبهم هاد الكيكه هادي
ايوا نتمنى اخوتي تعجبكم ويعجبكم هذا الفيديو، وديروا لايك لعبد الحق باش يبقى ديما ديما ينوض للكوزينه. يلاه تبارك الله عليكم اخوتي، ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك، واللي ما مشتركش في القناه يشترك. وتبارك الله عليكم اخوتي، وراكم عزاز وغاليين، وقبلوا علينا على هذا الفيديو، وشكرا لكم كاملين، وبسلامه عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.